ولادي دي ما يتكرفصوش، بيبقوا عايشين في بيتهم في دارهم. غتشوفوني ما غاديش تشوفوني مازال كنصور. انا صبرت بزاف، صبرت. انا من يلاه تزوجت خالتو ضرباتني وراجل خالتو ضربوني وخرجوني من داري وانا في عمري 24 عام، وهما خرجوني وهو ما كانش حيت هو عائلته عنده شي حاجه مهمه. دونك سمح فيا المره الاولى، من بعد باه جرى عليا وانا حامله وعندي جوج وليدات وخرجت مع المغرب. هادشي كله ما نسيتوش، هادشي كله ما بغاش يتنساني، هادشي كله حاولت ننسى ما قديتش. ما بغاوش يعطوني ابتسامه، ما بغاوش يخليوني في افتقار عليهم. انا عطيتهم ابتسامه، ولكن هما منكدين عليا حياتي. ها هو ولدكم، ديوه على العار، ديوه ولدكم واعطوني غير ابتسامه وفرقوا مني واعطوني ابتسامه.